الحفلة كانت حلوة قوي، كنت مصور ان انا هنبسط كده. كانت ظريفة جدا الصراحة. فريدة شكرا. ما تشكرنيش، ده حقك، انت من اكفأ الموجودين في المرة. تضحك على ايه؟ يعني اصل قلتي من اكفأ مش الاكفأ، وطبعا كلنا عارفين مين الاكفأ. انت طبعا مش هتبقى راضي الا لما اقول لك انت اشطر من زيك. ما انت عمرك ما هتقولي. عشان ده مش حقيقه، عشان كل واحد فيكوا شاطر في حاجه. يعني لو خيروكي ما بيننا احنا الاثنين هتختاري مين؟ اختارني انا، اشطر واحده فيكم. اوكي موافق. برضه مرسي على الحفلة. آدم معلش، يوم الكافيه كان مودي وحش شوية. لا مفيش مشكلة، ما حصلش حاجة، ما تضايقيش نفسك. حاجة كمان، أنا قررت إن أنا أأجل الامتحان وأدخله السنة الجاية عشان أكون ذاكرت أكتر. فعلا؟ طيب برافو، يعني دي حاجة ترجع لي كامل اللي أنت عاوزاه. فعلا؟ عادي كده؟ عادي إزاي؟ أصل يشوفك وأنت بتقولي ذاكري وقاعد بتزن عليا، ما يشوفكش وأنت بتقول ده قرارك. كأن القرار ده جاي في مصلحتك. مصلحتي؟ ممكن ما تتعاملش معايا على إن أنا غبية؟ من يوم ما نادين جت المكتب وأنت قاعد تسألني عليها أسئلة، ولما قررت ان انا اشوف الشخص اللي بيغششها في الامتحانات وقابله، هو ما جاش وانت اللي جيت. كل التفاصيل بتاكد نفس الحاجه. حاجه ايه يا ليلى؟ ان انت الشخص اللي بيغشش الناس يا ادم. ممكن تفهمني ليه عملت كده؟ عملت ايه؟ ليه كدبت عليا وحسيتني ان انت مهتمه بيا، ولما هي ما تقبلتش في الشغل قلت الحمد لله وحسستني ان انت بتقول عشاني. لا انت فاهمه غلط خالص ليلى، الموضوع ما كانش كده. مش عايزه اعرف، ما تتكلمش. ما تتكلمش ايه؟ لا استني بس،